السلام عليكم جمهور الكريم، اهلا وسهلا بكم في برنامجكم مسار. مسار اللي بدا اول صفحه من الكتاب ديالو بدا بهذا المشهد، مشهد ديال الفرحه في منطقه من المناطق العزيزه على المملكه وفي المملكه، هو فرحه جباله والحصاده في مناطق ديال القصر الكبير والنواحي ديال تطوان ووزان. فتحيه لفرقه الساحلي برئاسه مجموعه من الافراد، سي عبد السلام، سي رشيد، سي المصمودي والسيده حفيظه
وهذا السيد اللي سميتو باجلود اللي كيفرح دائما في اثناء العيد الكبير بالموسم السنابل وبالحصاد وما تنتجه الارض من خيرات عميمه. الله يداوم علينا هذا الخير على هذا الوطن. الصوره واضحه، غنشوف السياق ديالها ان شاء الله باذن الله، لان الضيف العزيز اللي غنفرحوا به ومعاه هو من تراب ديال الفرحه، تراب وطينه فنيه اصيله، فهو فنان اصيل لا يقدم الا الجميل، والحانه ليس لها بديل، بدليل انه لا يقدم الا النغمه الممتازه ايقاعا ولحنا. انه الفنان المبدع في اللحن، في الموسيقى، في الايقاع وفي اختيار الكلمه، الذي عايش كبار الشعراء المغاربه في العصر الذهبي للاغنيه المغربيه وهو جزء من هذا العصر، الفنان الموسيقار مولاي احمد العلوي. شريف مولاي احمد العلوي. الله الله يا داك الانسان على زين فيك. مرحبا، اهلا بك. شكرا. واش نزيدوا مازال الحال ولا فات الحال علينا؟ مولاي احمد العلوي، جباله طلبتيهم، وهذا الفن الجبلي عنده واحد الوقع خاص في القلب ديالك. في البدايه اولا ارحب بهذا الجمهور الجميل، و أشكرك الأخ عتيق على هذه المبادرة الطيبة، وأشكر القناة الثانية، وأرحب بالجمهور المتتبع لهذه الحلقة. طبعا التراث تربت فيه، نشأت في التراث المغربي، ولما كنتكلم على التراث المغربي بشموليته بجميع الأنماط الفنية، ولكن هناك بعض يعني الأنماط اللي كيكون عندها واحد التأثير على الإنسان، مثلا كيكون عنده واحد الميول، وأنا عندي ميول إلى العيطة الجبلية بحكم أنه تختلف. شي تزغريسة لله حفيظة، شي تزغريسة، يلا بسم الله، بحة بحة، ماشي مشكل ماشي مشكل، مرحبا مرحبا، غنات بزاف غنات بزاف. نعم العيه العيه، نعم. اقول العيطه الجبليه لانها تختلف على الانماط الموسيقيه بالانغام ديالها اللي عندها واحد الميزه معينه لا توجد في اي منطقه اخرى في العالم الا في المنطقه ديال الشمال وفي جبال ديال بنعروس بنعروس تونات وغيرها. نعم، إذا مع هذا جزء من الريبرتوار ديالك، غنتكلموا على مجموعة من الأشياء إن شاء الله بصحبة مجموعة من الضيوف الكرام الأقرباء إلى قلبك وإلى قلوب الجميع، ولكن نرجعوا لهذه اللوحة هذه نواصلوها مع الفنان عبد السلام الساحلي والفرقة ديالو. تابعوا معنا، تفضلوا معنا. I'm not the one who's running away.
غناني خراب يا يما وجهها عيناك وجهها عوكي دمعة تمرق وزناني خراب يا يما وجهها عيناك وجهها عيما وماج وجهها معاها تنزل غدار عيما شكرا لجماعة حصادة وفرقة جبالة وسي المسمودي والأخ رشيد والسيدة حفيظة وكل الفرقة اللي شاركوا معنا جونا من إقليم العرائش من الخصر الكبير ومن نواحي ديالو أيضا ومن